حياكم الله أحبتي المشاهدين بهذه التغطية الخاصة والمباشرة من قناة الأيام الفضائية. طوفان بشري إيراني شعبي رسمه الشعب من تبريز وإلى قم وطهران ومشهد، في مشهدية الحضور المليوني تجسد وتدل على صلابة الشعب الإيراني وتلاحمه مع القادة في الشكل والمضمون. يثبت الإيرانيون أنهم نهج الشهداء والثورة مهما كثرت التحديات والتضحيات، رؤساء وقادة ووزراء سواء كانت تربطهم علاقة مع إيران أو لا تربطهم، بينهم عرب من الخليج وتونس والبحرين وغيرهم، وزعماء أحزاب جميعهم حطوا في طهران للمشاركة في مراسم التشييع تضامنا مع إيران شعبا وحكومة. وعلى هامش مراسم التشييع مجموعة من اللقاءات والاستقبالات أجراها قائد الثورة والجمهورية الإيرانية المرشد علي خامنئي مع قادة ومسؤولي دول وقوى حملت دلالات تؤكد ثوابت السياسة الخارجية الإيرانية في تعزيز علاقة التعاون الإقليمي والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية. فاصل ونواصل. إذن أحبتي المشاهدين، أرحب بكم من جديد وأرحب بضيوفي الكرام اللي انضموا معي بهذه التغطية. بداية أرحب بدكتور عباس الجبوري مدير مركز الرفد للدراسات، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. وأرحب بأستاذ صباح العقيلي عضو شبكة الهدف في التحليل السياسي، أهلا وسهلا بك. حياكم الله سبحانه. وأكيد أحبتي المشاهدين سينضم معي لاحقا سكايب أستاذ مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية والبحوث المستقبلية من طهران. بداية أبدي معك الدكتور عباس الجبوري، يعني اليوم نشاهد هذه الحشود المليونية تحتشد وتقوم بالتشييع، وكان التشييع مهيب وجدا يعني واضح، وهناك صورة رسمت للعالم أجمع، ما دلالة هذه الصورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لك ولجمهوركم الكريم. أهلا وسهلا. وأيضا تحية وتقدير لصديقي العزيز الأخ الأستاذ صباح العقيلي. حقيقة نعزي الشعب الإيراني العزيز بهذا المصاب الجلل، والرحمة والغفران للشهداء الذين طبعا أصابتهم هذه المصيبة من خلال سقوط طائرتهم. وأعتقد أنه الدليل اليوم واضح، تماسك الشعب لدى الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني واضح جدا. أضف إلى ذلك التضافر الدولي والتعاطف الدولي بكل مستوياته، وهذا يدل على أنه السيد رئيسي رحمه الله خلال الفترة القصيرة التي رأس فيها الجمهورية الإسلامية وضع ضوابط وآليات ومبادئ وقيم استطاع أن يتعامل بها مع جميع الأطراف الدولية، وبنفس الوقت أن يكسب محبة الشعب. وأعتقد 27 مليون شخص خرجوا مع جنازة رئيسهم حاكمهم، هذه أنا أعتبرها سابقة، لأن دائما الحاكم ليس لديه قبول في شعبه معظم الحكام، لكن أن يخرج هؤلاء العدد الكبير أكيد هناك دوافع إنسانية، باعتبار أن هذه المشكلة أو هذا المصاب الأليم هو إنساني قبل أن يكون حكومي. سقوط طائرة وفيها هذه الشخصيات المهمة أكيد لها أثر كبير في نفوس الناس، وهذا دليل واضح على أن محبة الرئيس المغفور له السيد رئيسي ومن كان معه سواء كان وزير الخارجية أو الأشخاص الآخرين تركوا أثر طيب في نفوس الشعب الإيراني والشعوب الأخرى، ورأينا كيف تهافت الرؤساء والملوك وبرقيات التعازي التي انطلقت في كل مكان، كلها تؤكد على النهج الصحيح لحكومة السيد رئيسي الله رحمه الله. وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذه الحادثة الأليمة رغم مصابها الكبير لكنها حقيقة ماسكت الشعب الإيراني، لم تكن هناك بلبلة بالرغم من ما يحيط من ظروف استثنائية على مستوى الإقليم الدولي، على مستوى الدول أكو تحديات. نعم. اليوم إيران تدعم المقاومة، تدعم أطراف المقاومة، لها دور في دعم غزة، وهناك أعداء يتربصون. كل هذه الأصوات التي كانت هي نشاز لم تستطيع أن تحدث ولو بلبلة بسيطة داخل إيران،
بل سارت الأمور بشكل طبيعي. نعم. القيادة الإيرانية كانت واعية ومثقفة ومدركة. نعم. لما يمر فيها من مصيبة واستوعبت كل شيء. نعم طبعا يعني حنتقل لضيفي عبر السكايب عذرا لكن وقت قليل. أستاذ مهدي عزيزي أهلا وسهلا بك. تحياتي مساء الخير أهلا وسهلا بكم. بداية نقدم لشخصك والشعب الإيراني بالتعزي والمواساة بهذا المصاب الجلل، وحدثني عن الرسائل اللي أرادت إيران وشعبا وحكومة إيصالها للعالم أجمع من خلال هذا التشيع المهيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أعزيكم أنتم والأمة العربية والإسلامية على استشهاد رجلان المقاومة الإسلامية، يعني السيد رئيسي أكثر مما يعني يكون سياسيا، يعني كان رجل المقاومة ورجل الدين وخادم للشعب الإيراني والأمة العربية والإسلامية. نعم. وأشكركم أنتم وقناتكم والعراق شعبا وحكومة بنسبة التعاطف والتضامن وأيضا مشاركة الجاليات العراقية في مراسم تشييع الجثمان الشهداء في مشهد في تهران، في بالنسبة لمراسم اليوم في سيد الدكتور أمير عبد الله. يعني أشكركم جزيلا الشكر وأشكركم على هذه الحجم من التعاطف والتضامن من قبل العراق حكومة وشعبا والفصائل المقاومة الإسلامية وكل الأمة العربية الإسلامية. حقيقة نحن منذ انتصار الثورة الإسلامية خسرنا الشخصيات الكبيرة المؤثرة وحتى من مؤسسي الثورة الإسلامية في إيران، ولكن الثورة الإسلامية لا تزال تتقدم في مسارها ولن تنسحب ولم تنسحب مرة أخرى عن دورها الإقليمية والدفاع عن قضية الفلسطينية وسياستها الخارجية. صحيح سياسات إيران الخارجية دائما ركزت على القضية الفلسطينية، والحكومات الإيرانية كانت كمنفذ يعني كأداة تنفيذ سياسات إيران الخارجية بنسبة في المنطقة والعالم، ولكن بصراحة حكومة السيد رئيسي وخاصة الشزوة الدبلوماسيتها الخارجية بإدارة السيد دكتور أمير عبد اللهيان كان نشيطا أكثر من نشيطا من الحكومات السابقة. نحن شاهدنا هناك زيارات متبادلة لدكتور أمير عبد اللهيان في سوريا لبنان والعراق وايضا في قطر من اجل يعني من اجل القضايا بعد السابع من اكتوبر، هذا وكان واضحا دائما، يعني هذه هي زيارات متبادله. نعم. واتصالات من جانب السيد الرئيسي، ولكن اليوم يعني كما كان فكروا يعني ايران دوله مؤسسات، دوله لا تنتمي للاشخاص والحكومات، دوله المؤسسات، ورغم كل هذه المشاكل والمسائل والاجواء الحزينه اليوم والأمس، يعني منذ أيام هناك أجواء حزينة، حتى التيارات المعارضة للحكومة الإيرانية وللسيد الرئيسي وحتى الناس بكل مختلف السلائق والتيارات واتجاهات السياسية وعقيدية والفكرية كانوا يعني تعاطفوا مع هذا الحادث المؤلم واستشهاد السيد الرئيسي والوفد المرافق له. حقيقة خروج الناس إلى الشوارع وكان الإعلام العدو اعترف بهذه الحشود الضخمة والكبيرة في مشهد وفي كل المدن، في إصفهان كل المدن الإيرانية كان وفي تهران وأيضا يعني في مدينة ري في تهران، يعني حتى اعترف إعلام العدو ولم يستطيع أن لم يغطي هذه الحجم من تشيع خروج الناس وشعبية السيد الرئيسي. حقيقة خروج الناس وحضورهم في مراسم، حضور مليوني كبير جدا، رسالة واضحة كما نحن أكدنا قبل هذه الحشود وقبل هذه المراسم، أكدنا بأن مراسم تشييع جثمان السيد الرئيسي والوفد المرافق ستكون رسالة أخرى إلى كل الدول، يعني خاصة الدول الغربية. نعم
الاتصال طبعا انقطع مع استاذ مهدي عزيزي، انتقل لاستاذ صباح العقيلي عضو شبكه الهدف في التحليل السياسي، تاخرنا عليك عذرا، لكن اليوم يتحدث الجميع عن نقطه جدا مهمه، انه شهيد رئيسي حظى بحب الجميع وكانما كسر جميع البروتوكولات بينه وبين الشعب، وكانما هم عائله واحده، وبالتالي انه لاحظنا اثناء مراسم التشييع الشعب الايراني يتحدث انه احنا لم نفقد الرئيس لكن فقدنا الأب والأخ، ما هذه العلاقة وكيف بنيت هذه العلاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي. أهلا وسهلا الأخ والصديق العزيز دكتور عباس، ونعزي الشعب الإيراني الشقيق والقيادة في الجمهورية الإسلامية وعلى رأسها السيد القائد الخامنئي دام ظل الواقف. يعني عندما ننظر لهذا التشيع المليوني بلا شك بأنه هذه الشخصية هي شخصية ربانية، شخصية إنسانية، والشعب الإيراني يعلم جيدا بأنه هذه الشخصية هو الجانب الإنساني هو كان في مقدمة، وهذا يرجعنا لأول بداية لرئاسة الجمهورية الإسلامية. يعني من أبرز الملفات التي عالجها هي الملف الاقتصادي، وهذا الملف هو مرتبط ب معاناة أبناء الشعب الإيراني، يعني هنالك حصار امتد لأكثر من 45 سنة، فبالتالي هنالك معاناة، يعني هنالك مشاكل يعاني منها الشعب الإيراني، قد تكون الجنب الاقتصادي هي الأكثر. عندما نجد بأن السيد إبراهيم رئيسي، وهذا حقيقة ما طرح من قبل يعني أحد المقاربين، بأنه قال كنا نعاني كثيرا من جولات السيد إبراهيم رئيسي في كل المحافظات وفي كل الأغذية والنواحي، نجد بأنه يستشعر معاناة كل أبناء الشعب الإيراني بمحافظاته 32 محافظة. هذا الجانب أعتقد هو جانب مهم جدا، وهذا تذكرني ب وصايا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى مالك الأشتر حاكم مصر، وقال لا تكون واستشعر منهم قلبك الرحمة والمحبة، ولا تكون عليهم سبع انظار، إن لم يكن أخ لك في الدين فهو نظير لك في الخلق. هذه طبعا هذه الكلمات هي من وصايا الإمام علي، لعله السيد إبراهيم رئيسي قد طبقها بكل حذافير هذه الوصايا وأحطى الجانب الإنساني للشعب الإيراني. يعني هنالك إحصائيات بأن أولا الجانب الاقتصادي، يعني نسبة العجز في الاقتصاد الإيراني قل بشكل كبير جدا في ولاية إبراهيم رئيسي، نسبة الفقر كانت هنالك نسبة انحصرت بشكل كبير جدا بسبب الإجراءات التي أقدم عليها السيد إبراهيم رئيسي. هذا حقيقة هو انعكس الآن على الشعب الإيراني بأنه يجد هنالك رئيس دولة، وهذا الرئيس هو يستشعر ما يعاني منه أبناء الشعب الإيراني، هو يدخل في كل البيوتات في كل الأقضية ويسمع ويعالج. هذا حقيقة دليل بأن الآن هذه الجموع المليونية التي جاءت وقبيل إعلان استشهادهم، يعني رأينا كيف تضج الجوامع والحسينيات والمجالس بالدعاء والتضرع إلى الله بأن يكتب سلامة السيد إبراهيم رئيسي. هذا حقيقة، يعني مثل ما تفضل يعني أخي وعزيزي دكتور عباس، بأنه كل رؤساء العالم يعني الشعب يفرح بفقدانه والتخلص منه بسبب إجراءاته وطاغوته وحكمه، وإحنا مثلا الملعون المقبور صدام، يعني عندما أعدم أدخل السرور على قلوب أبناء الشعب العراقي وكل الأحرار في العالم. الآن القضية تغيرت، أنا أعتقد ليس الشعب الإيراني بل محور المقاومة، يعني المجتمع الدولي كله هو تألم، وعندما نجد بأنه جانب التفاعل من كل دول العالم بل بعض الدول أعلنت الحداد، يعني الهند ربط الجمهورية الإسلامية في إيران بالهند التي تعلن الحداد.
يعني بعض الدول اعلنت الحداد اليوم على الدول جميعها اتحدت من اجل ايران، يعني حتى وان كانت يعني مثل ما ذكرت في مقدمتي انه ما تربطها اي علاقه كالبحرين، ايضا ارسلت وفد وايضا قدمت تعازي، وهذه دلاله على انه السياسه الايرانيه بنيت بصوره صحيحه ويعني كانت جيده، لهذا شفنا انه هذا الالتفاف الشعبي الكبير وايضا الدولي. يعني هذا يسجل هذا النجاح وهذا الانعكاس الإيجابي دليل بأن السيد إبراهيم رئيسي استطاع أن يرمم العلاقات الجمهورية الإسلامية. ولأعطي مثال، مثلا السعودية اللي قطعت علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية لسبع سنوات اليوم أعادتها، عندما نقر بيان المملكة العربية السعودية في هذا المصاب ويقول نحن نتضامن ونتفاعل ونتعاطف مع أبناء الشعب الإيراني الشقيق، وهذا المفردة الشقيق دليل بأنه عمق العلاقة وقوة العلاقة. نعم. يعني العلاقات مع مصر، مع الجزائر، مع تونس، هنالك تقريبا 23 رئيس دولة حضر إلى التشييع، أكثر من 50 شخصية دولية من ضمن رؤساء وزراء دول جاءت لتعزية الجمهورية الإسلامية. نعم. إذن أنا أعتقد الآن هذه كلها هي من نتاج نجاح إبراهيم رئيسي وكذلك وزير خارجيته. نعم. حسين أمير عبد اللهيان اللي استطاع حقيقة أن يترجم خطط السيد إبراهيم رئيسي. الجانب الآخر يعني إحنا نشير له يعني الجانب السياسي بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتبنى سياسة الاحتواء والعزل والإضعاف للجمهورية الإسلامية. الآن عندما نظر هذا التفاعل الدولي والشعبي مع القضية قضية أبناء الشعب الإيراني في مصيبتهم، نجد بأن الولايات المتحدة قد فشلت وقد أخفقت، وأنما الآن الجمهورية الإسلامية تتمتع بعلاقات واسعة ليس على المحيط الإقليمي بل على المحيط الدولي. إذن هذا إشارة واضحة بأن الولايات المتحدة قد فشلت وأن الجمهورية الإسلامية قد نجحت بإدارة السيد إبراهيم رئيس. طيب أستاذ صباح اسمح لي ودكتور عباس نكمل مع أستاذ مهدي لأن عذرا عند التزامات ومشكول لأن انطانا من وقته. أستاذ مهدي تسمعني؟ أسمعكم. نعم. أستاذ مهدي نكمل من حيث توقفت، يعني انقطع الاتصال للأسف، لكن كنت أتحدث عن حب الشعب للشهيد رئيسي ولمرافقيه، وأيضا هناك علاقة تربطهم كبيرة، وبنفس الوقت أنه ذكرت أنه إيران هي دولة مؤسساتية لم تتأثر برحول يعني رحيل الشخصيات، لكن اليوم إيران أمام تحدي كبير، يعني كيف راح تكون هناك شخصية بمكانة وثقل وهيبة الشهيد رئيسي؟ تفضل. أنتم تعرفون نحن يعني كما أشرتم منذ انتصار الثورة نحن خسرنا الشخصيات المهمة جدا حتى من مؤسسي الثورة الإسلامية. كان هناك يعني سمعنا كلام يعني عبر وساطة من قائد سماحة قائد الثورة لأن أنتم لا تقلقون حتى من بعد يعني هناك يعني هذه الصورة تستمر على كل أحوال وهناك الشخصيات البارزة و يعني لا ليس هناك أي قلق يعني حتى هذا الكلام من قائد الصورة يعني سمعنا بأن لا تكون قلقين حتى يعني في أي ظروف يعني صعبة جدا يعني نحن عندنا تجربة يعني في كل هذه العقود الماضية من نسبة الحصار الجاي للضغوط السياسية والاغتيالات والممارسات الإرهابية والحرب المفروضة والحصار الاقتصادي والضغوط السياسي. نعم. وحتى الآن لا نزال نحن نستمر في مسارنا يعني كان هناك أيضا يعني كما أشار يعني أشار ضيفكم الكريم إلى هذه النقطة مهمة الحكومة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي حقيقة يعني على أساس سياسات توازن يعني كان عنده سياسة توازن على مبدأ مصالح إيران ومصالح الأمة العربية والإسلامية يعني أيضا هو كان ركز على محادثات مع القاب في فيينا وفي دوحة وفي يعني بالنسبة للاتفاق النووي. نعم. ولن تترك الحكومة الإيرانية هذه المحادثات كما كان هناك إشارات من قبل بعض الأعداء بأن هذه الحكومة الأصولية ستترك آثار السلبية على اقتصاد إيران وستكون وستسبب الحرب وأيضا الآخر، ولكن هذه الحكومة
على اساس محادثات لم يعني لن تترك الاتفاق النووي والمحادثات مع الغرب والدول الاوروبيه. وايضا كان هناك نظره الى الشرق والدول وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، خاصه مع العراق وسوريا ولبنان ومحور المقاومه، وايضا الدول الافريقيه في جنوب افريقيا والانضمام ايران الى شانغهاي. فهذه انجازات الحكومه، حكومه ابراهيم رئيسي، سياسيا اقتصاديا واعلاميا. صحيح نحن خسرنا هذه شخصيه رجل الدين، رجل السياسه، رجل المقاومه الاسلاميه. ونحن نعتبر سيد رئيسي يعني ليس فقط هو كان رئيس ايراني، هو كان يعني مقدم في كل شيء يعني بنسبه خطاب المقاومه الاسلاميه، ولكن الثوره الاسلاميه عنده يعني دولة المؤسسات. نعم. فيها الجيش، حرس الثورة، المؤسسات والمنظمات الأخرى، وهناك يعني عناصر الرئيسية تشكل هذه الثورة، أساس هذه الثورة. وصحيح نحن حزينين والأجواء الحزن يعني كما حصل بالنسبة لحاج قاسم. نعم. كان من المتوقع أن ينسحب إيران عن دورها الإقليمي والعالمي في دفاع عن القضية الفلسطينية ومحور المقاومة في كل المنطقة، ولكن لم يحصل هذا الموضوع أبدا. وكان يتوقع أن العدو الإسرائيلي والأمريكي بعد استشهاد هاش قاسم والشهيد أبو محمد المهندس أن تكون هناك يعني يترك مجال، وستكون هناك هدوء بالنسبة للعدو الإسرائيلي والأمريكي، ولم يحصل، لأن خطاب المقاومة الإسلامية في يعني عند الصورة الإسلامية هذه فكرة موجودة يعني عند القائد وعند المنظمات والمؤسسات. والنقطة المهمة جدا يعني البعض كانوا يفكرون ويروجون هذه الفكرة بأن الشعب الإيراني بسبب المشاكل والتحديات والأزمات الاقتصادية وخاصة بعد أعمال الشقب في داخل إيران يترك النظام الإيراني وستكون هناك التأخيرات الجديدة يعني، وراهنوا على هذا الموضوع. وحتى جان بولتون قال نحن يعني قبل سنوات نحن سنحتفل بالكريسماس في طهران. هذه نقطة مهمة. الثورة الإسلامية كما قال وأكد الإمام خميني رحمة الله عليه وسماحة قائد الثورة الإمام خامنئي على هذا الموضوع، بأن هذا النظام الإيراني يعتمد على الشعب ويأخذ قوتها من الشعب. نعم. لا يزال الشعب الإيراني حاضرة في كل مكان، ويعني وشاهدنا يعني حتى CNN يعني كان هناك بس تغطية مباشرة من قبل شبكات تلفزيونية غربية، وحتى المعارضة الإيراني لم استطاعت أن تنكر هذا القدور المليوني. هذا النقطة مهمة، شعبية النظام الإيراني ومساندة النظام الإيراني من قبل الشعب نقطة مهمة وعنصر الرئيسي التي سبب بانتصار الثورة الإسلامية وأيضا إنجازات. نعم. في هذه العقود الماضية. نعم أستاذ مهدي عزيزي، مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية والبحوث المستقبلية من طهران، شكرا لانضمامك معنا. أعود لدكتور عباس الجبوري. دكتور عباس، ذكر أستاذ صباح نقطة أيضا جدا مهمة، ذكر أنه عندما يتوفى رئيس أو يستشهد أو أيا كانت الأسباب نلاحظ هناك فوضى، هناك ممكن انقلابات، تحدث كثير من الأمور. لكن اليوم ما شاهدناه في إيران أنه تم تعيين بديل للشهيد الرئيس مباشرة، الأمور سارت بسلاسة، هذا على ماذا يدل؟ يعني نلاحظ أنه سياسة إيران واستراتيجيتها دقيقة وواضحة. تفضل. يعني خلينا نكون واقعيين، الجمهورية الإسلامية لديها مؤسسات رصينة ولديها دستور، وهي اعتمدت على المادة 31 والمادة 32 والمادة 98. نعم. هذه المواد في حالة غياب الرئيس سيكون من ينوب عنه، وأيضا في حالة غياب وزير الخارجية من سينوب عنه وبقية الوزراء. نعم. هنا دليل على رصانة هذه الدولة والتي تتعامل بالمؤسسات ولم تتعامل بالمكونات. وحددت 50 يوم، طبعا 51 ما يصير، 50 يوم لانتخاب رئيس. نعم. وهذا يدلل على قدرة هذه الدولة. هذه الدولة كيف تعاطت مع هذا الحدث؟ نعم. طبعا هي لم تعلن
منذ البداية عن استشهاد السيد رئيسي ومن معه، بل اجتمعت وهي كانت تعلم. هي كانت تعلم منذ اللحظة، يعني ربما بعد ساعة علمت. نعم، لأن هناك أقمار صناعية وهناك استخبارات ولديها دراية، وأنت تعرفين حضرتك اليوم إيران أصبحت دولة مهمة في التكنولوجيا. نعم أكيد. اجتمعت قياداتها الأمنية مع السيد ولي الفقيه، وبالتالي أصدرت بيان، قالت في البيان أن هذا الاجتماع سيصدر عنه بيان، سيكون هذا البيان مؤلم. مؤلم. وهي أرادت أن تمتص الحزن لدى الشعب الإيراني. ومن ثم بعدها حصل اللي حصل وأعلنت. هذه الدولة التي تمتلك هذه القدرات، حضرتك تعرفين وأعتقد الأستاذ صباح يعرف النفس الطويل، سياسة النفس الطويل التي تمتلكه الجمهورية الإسلامية من خلال قيادتها لمفاوضات كثيرة بما فيها 5+1 النووية، وكيف تفوقت على كثير من الدول. سعت أمريكا بكل ما تمتلك من قوة خلال 45 عام عن عزل تام للجمهورية الإسلامية عن العالم. نعم. وفي زمن ترامب جيش جيوشها وفرقاطاتها وحاملات طائراتها وتهديداتها، لكن هذا لن يثني عزيمة الإيرانيون. بقوا، بل إنهم تقوى عودهم، وأصبحوا الآن هم يدعمون المقاومة بكل أجنحتها. بل هم الذين يعني تفوقوا حتى على العرب في دعم القضية الفلسطينية. نعم. وفشلت أمريكا في تقويض النظام داخل إيران، بل إن هذا النظام أصبح ذات مؤسسات وذات فاعلية، وطبعا بوجود الولي الفقيه الذي يمسك بالموصلة لن يكون هناك يعني أي خلل في المنظومة الحكومية. نعم. أنا سبق وأن سافرت مع رئيس الجمهورية العراقية إلى إيران. نعم. ضمن وفد رسمي، وكنت مسؤول الوفد الإعلامي، وجلست في جلسة المباحثات التي تضم الشهيد رئيسي ووزرائه والرئيس العراقي الحالي ووزرائه. نعم. ورأيت كيف أن الطاقم الوزاري متماسك في آرائه، متماسك في طرحه، متماسك في العلمية، متماسك في المباحثات. هذا المنظومة الحكومية لا تتأثر رغم أنه السيد رئيسي خلق حالة من التوازن على مستوى العالم. يعني ربما الآن هذا التعاطف الدولي الذي حصل. نعم. في التشيع دليل واضح على أن مهما سعت أمريكا لعزل الدولة الإيرانية عن العالم لن تستطيع. نعم. لأن التعاطف العالمي الآن يدل على أنه السياسة التي انتهجها الرئيس، أولا مثل ما ذكر الأخ العزيز أستاذ صباح، اقتصاديا استطاع أن ينهض بالاقتصاد، بنفس الوقت حالة البساطة التي يعيشها. شوف، كل قائد بالعالم إن لم يعيش كما يعيش الشعب لن ينجح. أي قائد يعيش دكتاتور، يتمتع بالقصور، يتمتع بالامتيازات، سيكون مزبلة التاريخ، سيكون في مزبلة التاريخ. لكن القادة العظام الذين يعيشون مع شعبهم، ورأيت كيف كان بيت والدة. نعم. الشهيد بيت وسيط. نعم. السيد رئيس، السيد وزير الخارجية رجل قروي من مدينة قروية، يعيش في بساطة، بيته بسيط. يعني هذه البساطة هذه تخلق حالة حب الناس، وبالتالي الإيمان بالإيمان كإسلام، الإيمان بمبدأ الدولة، الإيمان بالمبادئ والثوابت الوطنية، كلها تتجلى في هذه الشخصيات التي استطاعت أن حقيقة أثارت استشهادهم أثار الحزن في جميع أنحاء العالم. وهناك دول ربما ليس لديها علاقات متينة مع طهران كما ذكرتي، نكست الأعلام وأعلنت الحداد. أكيد. لأن هذا الجانب الإنسان الذي تركه السيد رئيسي من خلال تواضعه، من خلال قدرته باعتبار أنه كان رأس المحكمة في جمهورية، والآن أصبح رئيس جمهورية ويتعاطى مع دول، تعاطى مع دول الإقليم، مع دول عالمية، رغم التحديات الكبيرة اللي تعيشها الجمهورية في هذا الظرف الاقتصادي،
والسياسي، ولكن استطاع أن يخلق حالة من التوازن، وبالتالي استطاع أن يكسب هذه المودة من الشعوب ومن الشعب الإيراني. نعم. طيب ننتقل لأستاذ صباح بهذه النقطة اللي ذكرتها عن التواضع. يعني الآن يعتبر شهيد رئيسي يعني يختلف عن الرؤساء بأكملهم أنه بمدى التواضع، بمدى أنه هو المنزلة ومنزل والدته اللي أكيد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي كم هو بسيط والأثاث بسيط، عن الراتب الشهري اللي تناقل أيضا، يعني أمور كثيرة لا يتمتع أو يبالي بموضوع السيارات الفخمة والقصور وغيرها من الأمور. هذه النقطة جدا زرعت بقلوب الشعب الإيراني حب كبير، ولهذا حصد بالنهاية. تعليقك. يعني إبراهيم رئيسي، عندما ننظر لهذه الشخصية علينا حقيقة أن نتعلم، وكل القادة في العالم وليس على المستوى العالمي وكذلك العربي والإسلامي، أن يتعلموا من هذا القائد الأمثولة الكبيرة الذي مفعم بالمحبة والإنسانية وبالاستشعار بما يحدث داخل أبناء شعبه. فعندما يصف نفسه بأنه هو خادم للشعب الإيراني، أنا أعتقد هذا الخادم لابد أن يكون أكثر تواضعاً. وإحنا ننظر بأنه إلى بيت السيد القائد الخامنئي، بيت متواضع جداً، وهذا هو قائد للسيد إبراهيم رئيسي. السيد روح الله الخميني يجلس في بيت متواضع جداً، وإحنا كنا رأينا، يمكن الدكتور عباس شايف بيت متواضع جداً. هؤلاء من ننظر إلى المرجعية سيد علي السيستاني، لحد الآن هو يسكن في بيت إيجار، متواضع جدا، مرتها 75 سنة بأنه هو يسكن في بيت إيجار. إذن أنا أعتقد هؤلاء هم أبناء الآخرة وليسوا أبناء الدنيا. هؤلاء لديهم رسالة، كما للأنبياء والصالحين والأئمة لديهم رسالة، هؤلاء حقيقة هم جاءوا من أجل رسالة، وأنا بتصوري بأن هؤلاء هم يتشوقون للشهادة أكثر مما حقيقة يتشوقون لهذه الدنيا وغير زائنها. ولا هي كان مثل ما تفضلت، راتبه لا يتجاوز 1700 دولار، رئيس دولة. وأين دعونا أن نفتش عن رئيس دولة راتبه 1700 دولار شهريا؟ هذا يعني بأن هؤلاء حقيقة هم حتى رواتبهم هم يحددوها، يحدد كفاف معيشته هو التي يحددها، لا سيارات فارهة ولا قصور ولا مزارع ولا أرصدة في البنوك. وهذا هي رسالة لكل العالم، حتى رسالة للسياسيين في العراق، عليهم أن يتعلموا. هؤلاء هم القادة، هؤلاء حقيقة هم اللي أجدر بأن يقودون الأمم. أنا عندما أقول بأنه ليس الشعب الإيراني حزن، بل محور المقاومة حزن، كل أبناء فلسطين قد حزنوا لفقدان إبراهيم رئيسي، كل الأحرار في العالم تألموا وحزنوا، يعني حتى الدول المتقاطعة شعوبا وحكومات تتعاطفوا مع هذه مصيبة إبراهيم رئيسي. هذا دليل بأن السيد إبراهيم رئيسي هو كان محبا للإنسانية، وهذا ما طبق مقولة الإمام علي السلام، لم يكن أخ لك في الدين فنظير لك في الخلق. هو في آخر العالم في فنزويلا يساعدون فنزويلا، يساعدون كوبا، هل لدينا ترابط فيما بينهم؟ أعتقد هذا البعد الإنساني هو الذي يحرك إبراهيم رئيسي في مساعدة هذه الدول. وأيضا مع شعبه، يعني يذكر أنه هو صباح كل جمعة يذهب إلى محافظة من محافظات إيران ليطلع على أحوالها وليلتقي بناسها ويطلع على يعني أوضاعهم. هاي نقطة جدا مهمة، من شاهدها موجودة بأي دولة، أنه الرئيس يتنقل بكل أريحية وبأمور بسيطة من أجل أنه يخدم الشعب. وأيضا عندما تم تنصيبه لاحظنا أنه هو زار الإمام الرضا، وأيضا جاء إلى الإمام علي سرا، أيضا زار من أجل أنه وعهد أنه هو يخدم الشعب ويكون يعني خادم لهم بكل ما يحتاجوه، وفعلا هذا ما شاهدناه. لكن أكو نقطة جدا مهمة، أنه إيران اليوم عنصر مهم بين بلدان محور المقاومة ودول العالم، هذا الدور سيستمر؟ طبعا قبل أن أجاوبك على هذا الدور، أكيد سيستمر. قبل أن يتولى رئاسة إيران كان أحد الخدمة في الروضة المطهرة الشريفة في الرضا، وهذا الراتب اللي تحدث عنه أستاذ صباح كان يتبرع به للفقراء. حلو. وكان يذهب كل جمعة في
في سيارة بسيطة من صنع إيراني مو جكسارات وهلمة وحمايات يركضون وراه، مع سائق مالته ولديه صور وفيديوهات ليزور قرية معينة ويجلس مع أصحابه. هكذا هم العظماء يتعلم. احنا عندنا مدير عام يمشون وراء 30 واحد وعنده 5 بيوت. نعم. مدير عام. اما استمرار الجمهورية في دعم والتواصل سواء على المستوى الإقليمي او على مستوى محور المقاومة، انا اعتقد المؤسسات الإيرانية باقية. نعم. وإيران الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن مبادئها وقيمها باتجاه المقاومة، وستبقى داعمة لكل هذا المحور، لأن هذا المحور يمثل روح الأحرار في العالم. اليوم المقاومة سواء كانت في غزة أو في لبنان أو في اليمن أو في العراق أو سوريا، هي لا تمثل هذه البلدان بل تمثل كل الأحرار في العالم الذين يرفضون الظلم والطغيان. نعم. وما يحصل اليوم في غزة من إبادة جماعية لابد أن يكون هناك صوت حر ينادي بهذا. فأعتقد إيران ستستمر في سياستها العقلانية الهادئة الرصينة، ستستمر في سياستها اتجاه محور المقاومة، وأيضا اتجاه قيادة الدبلوماسية الهادئة الرصينة المعروف عنها. بنفس الوقت مما الملف النووي سيستمر 5+1. أيضا هناك كثير من الانفراجات التي حصلت في دول كانت تعتبر النظام الإيراني نظام قمعي، تغيرت هذه النظرة لما أرسته هذه الحكومة، حكومة رئيسي. وحقيقة يعني اليوم إيران مثل ما قلت لديها بوصلة في التعامل مع المؤسسات لكن الأخرى. لكن هناك من يتسيد بالماء العكر ويذكر أنه يعني يكون هناك اختلال بالأمن الاجتماعي والسياسي في الجمهورية الإسلامية، ممكن تكون هناك احتجاجات شعبية، ممكن تكون هذه أمور تذكر على وسائل الإعلام واللي تكون هي نوعا أكيد. ما أكيد أكو، شوفي أكو أصوات نشاز يعني حتى رأينا أن هناك أصوات شامتة في استشهاد الرئيس ورفاقه وأنا قلت في بداية حديثي لنتحدث ببساطة عن الجانب الإنساني. يعني اليوم عندما يستشهد مجموعة من الأشخاص بغض النظر عن مكانتهم بهذه الطريقة، يعني اللي نترك أنه يكونون مسؤولين في الدولة، كجانب إنساني نحن نحسن عليهم. نعم. من حيث أننا إسلام وبنفس الوقت تربطنا عقيدة ومبادئ وقيم. هناك بعض المتصيدين في الماء العكر الذين حاولوا أن يشمتوا، وأعتقد هذا ليس من شيم الرجال ولا من شيم الناس. نعم. أن يشمتوا بمن يهوي وهو يخدم بلده. ونتمنى أن التجربة التي تدور اليوم في إيران من بعد إنساني وبعد حقيقة مبدئي أن تنطبق على البلدان الأخرى وخاصة العراق. نتمنى أن يأخذ السياسيون في العراق العبرة. نعم. نتمنى أن نرى رئيسنا يركب في سيارة بسيطة ويذهب ليزور قرية. نتمنى من رئيس الوزراء أيضا، من رئيس البرلمان، لا أن نتمنى من عندما يذهب أحد المسؤولين وراء 5. أنا رأيت مرة مسؤول زار كربلاء وتسير خلفه 80 جكسارة. نعم. 80 جكسارة تذهب وهو يريد أن يذهب لزيارة الحتبات. هل هذا يعتبر خوف من الشعب أم لا؟ هذا يعتبر من الأمور الأمنية. هذا أكو شيء اسمه عقيدة بالإنسان، مبادئ التواضع، من تواضع لله. لدينا أسوة حسنة بالأئمة، يعني بأصحاب الرسول، بالرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، بالأئمة الأطهار كيف كانوا متواضعين. نعم. سيدنا علي كان يأكل لا يلبس على جلده إلا الصوف، وكان يأكل الخبز والماء. لماذا لا إننا نتأسى فيهم إن كنا فعلا نعتبر أننا من أصحاب هؤلاء الرجال؟ فأعتقد الذين يتحاولون أن يتصيدوا بالماء العكر داخل الجمهورية سيفشلوا بالتماسك الموجود في مؤسسات الحكومية والدينية. تمام. ننتقل لأستاذ صباح. أستاذ صباح، وكالة الأنباء تنقل عن وزير الخارجية الإيرانية على هامش مراسم تشييع محمد باقري البديل الشهيد عبد اللهيان، أنه ما شهدناه يوم أمس من حضور رسمي دولي في مراسم تشييع الشهداء هو ثمرة السياسات النشطة التي قام بها الشهيد عبد اللهيان، سياسة التوجه إلى الجوار مبدأ أساسي في استراتيجية إيران وسنستمر به. وحسب الخبراء أيضا يؤكدون أنه يعتبر عبد اللهيان الشهيد هو من أبرز الشخصيات التي تولت حقيبة الخارجية. تعليقك.
يعني اولا السيد نائب وزير الخارجيه باقر كنا، وهذه الشخصيه هي شخصيه معروفه، شخصيه دبلوماسيه ولديها باع طويل في التفاوض حتى في ما يخص قضيه الملف النووي. فبالتالي انا اعتقد هذه الشخصيه شخصيه كفوه، لا تقل كفاءه وقدره وامكانيه من الشهيد حسين امير عبد اللهيان. وهو يعني صرح بانه سوف نستمر ونستمر على نفس النهج الذي اتخذه عبد اللهيان في بناء علاقات متوازنه. واعتقد هذا هو توجه الرئيس رئيسي، يعني قال بانه جار اولا، والان هذا الانعكاس هذا بعوده علاقاته مع المحيط العربي والمحيط الاقليمي دليل بان السيد عبد اللهيان استطاع. ثانيا نحن لا ننسى بان عبد اللهيان هو كان الاكثر الشخصيات المواكبه لما يحدث في محور المقاومه. لعله الان ما يحدث في فلسطين اعتقد بانه هو يعني جزء من نتاج التنسيق من قبل عبد اللهيان فيما يخص قضيه الفلسطينيه ودعم فصائل المقاومه، هذا ما اشار اليه الامين العام للمكتب السياسي اسماعيل هنيه عندما يعني نعى القائدين، قال بان هذه الشخصيات هي داعمه للقضيه الفلسطينيه، ولولا هذه الجهود الكبيره لما تحقق هذا النص الكبير لابناء غزه فيما يخص طوفان الاقصى. اعتقد هذه الشخصيه يعني يكفي بان البعض من وصفها بان سليماني العلاقات الخارجيه للجمهوريه الاسلاميه. نعم هو يستحق. الآن ننظر لهذه الجموع المليونية لا تقل عددا عن تشييع القائد قاسم سليماني. نعم. إذا هذا التشييع الكبير أنا أعتقد دليل بأنه وجود هذه المكانة الكبيرة لهذين الشهيدين الكبيرين على الجمهورية الإسلامية وعلى الإنسانية وعلى محور المقاومة وبشكل خاص فيما يخص القضية الفلسطينية. زين، أكو نقطة جدا مهمة، أنه دائما إيران مهما مرت بتحديات وظروف صعبة تحول هذه التحديات وهذه الظروف إلى فرصة لأنه هي تنهض من جديد أو تكون مقاومة وصامدة، ودائما ما نلاحظها أنه هي ما تتأثر باللي يحدث. هذه علاقة جدا قوية وبنيت على مدار سنين، ولاحظنا أنه بوجود شهيد رئيسي تغيرت الكثير والكثير من الأمور، لكن الشهيد رئيسي بماذا يختلف عن باقي رؤساء دولة في إيران يعني اللي تولوا المنصب؟ يعني أولا نحن نتحدث فيما يخص قضية العقبات، بما أنه من تولى منصب الشهيد رئيسي أنه اختلفت كثير من الأمور يعني فترة تولي للرئاسة. يعني لعله في استلام إبراهيم رئيسي كان يعني الجمهورية الإسلامية تمر في عقبة مهمة جدا، يعني وهذا قد يكون عقبة يعني تؤثر على الطابع الاقتصادي والسياسي والأمني كذلك على الجمهورية. يعني مثل ما تعرفين الأزمة الاقتصادية، البلبلة التي حدثت في الداخل، وكذلك سياسة الجمهورية الإسلامية فيما يخص قضية الملف النووي، هذان ثلاث ملفات تعامل معها السيد إبراهيم رئيسي ونجح بشكل كبير جدا في هذه القضية. يعني نحن ننظر حضرتك، يعني شفت إلى قضية، أولا يعني السيد الخامنئي أشار وقال وهو يخاطب الشعب الإيراني، يقول لا تقلقوا فنحن نصعد إلى القمة. نعم. وكلما صعدنا في القمة تزداد العواصف علينا، وإن شاء الله نصل إلى القمة. هذا ماذا دليل؟ أولا بأن الجمهورية الإسلامية لديها الحصانة والموانع فيما يخص الاهتزازات الأمنية والاقتصادية والسياسية أولا. نعم. وهذا طبعا هو جانب اطمئنان للشعب الايراني. طبعا هذا الاطمئنان للشعب الايراني ليس للشعب الايراني فقط وانما شعوب المنطقه، لان الجمهوريه الاسلاميه لها دور في دعم المنطقه في امن المنطقه. نعم. يعني اذا انا اعتقد الان الجمهوريه في تفجير واحد خسرت اكثر من 70 قائد. نعم. يعني رئيس جمهوري لم يكن الاول، يعني احنا لدينا في 81 في تفجير الثاني رئيس دولة، في 1981 كان هنالك تفجير لرئيس محمد علي رجائي وهذه الشخصية رئيس دولة.
ليس مستغرب، يعني الجمهورية الإسلامية هي تعودت، نعم. أصبحت لديها مناعة بأنه هي نعم هي تضحي وتعطي الثمن، لكن مقابل هذا الثمن هو الصعود، التطور، الإمكانية، القدرة، القوة. الآن هنالك حصار امتد ل 45 سنة، ماذا وجدنا؟ الآن أقوى الدول على المستوى المنطقة، المستوى الإقليمي، إيران. عندما ننظر للجانب الاقتصادي، الصناعي، الجانب النووي، هذه الدول كلها التي بعض منها تحتها حليفة للولايات المتحدة، هل استطاعت أن تصل إلى قدرة وإمكانية إيران في أن تكون جزء من الدول النووية؟ نعم. لا، لم نجد. كذلك باقي الصناعات وباقي العلوم، أنا أعتقد هذا دليل بأن هذه الدولة هي تسير باتجاه الصعود والتطور برغم فرض حصار من قبل الولايات المتحدة وكذلك من قبل المجتمع الدولي. الآن نحظر بأن هذه الدولة الآن يعني بعد عملية الوعد الصادق تغيرت المعادلة على مستوى المنطقة والإقليم. أكيد، نعم. الآن يعني نحن ننظر بأنه الجمهورية الإسلامية أصبحت قوة كبيرة على المستوى المنطقة، بل أصبحت بوابة لدخول كل هذه المناطق. الولايات المتحدة الأمريكية لا تتجرأ أن تدخل هذه المنطقة إلا بأن تكون هنالك رضا للجمهورية الإسلامية. هذا جانب. الجانب الآخر، الكيان الصهيوني لم يتجرأ أحد على قصفه بهذا العدد الهائل من الصواريخ المسيرات، لكن لم يتجرأ الكيان الصهيوني أن يرد على هذه الضربة. بل لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد الكيان الصهيوني في ظرف الجمهورية في مواجهة هذا الصراع. إذن نحن ننظر اليوم إلى دولة قوية ومقتدرة وقادرة على تحدي كل من يحاول حقيقة أن ينال من الجمهورية الإسلامية. تمام. دكتور عباس، ماذا بعد هذا التشييع؟ ماذا سيحدث؟ بدقيقة تفضل. يعني أنا برأيي بالنسبة كوضع الحكومة وكوضع الدولة لن يكون هناك أي تغيير. وبالنسبة للتحقيقات بما يخص أكيد الحادثة، هذه شوفي هاي الجنبة لحد الآن لم تتكلم فيها الأطراف الإيرانية بكل نعم جوانبها. الآن ستنتهي التعازي وسنتهي مراسيم الحداد، نعم. بعدها ممكن أن تفتح التحقيقات ونفهم ماذا حصل. أكيد هناك تحليلك. أنا شخصيا أعتبر هذا الحادث ليس عرضيا. تمام. هذا الحادث هو حالة اغتيال، وأنا وصلتني رسالة في يوم اللي حدث. تمام. قبل قبل المجيء إلى مكانهم بأربع ساعات، إنه حسب ما صرحت به استخبارات إحدى الدول بأن هناك حصلت حالة اغتيال. تمام. أستاذ صباح، تحليلك؟ يعني أنا أتفق مع الدكتور عباس ضمن معطيات، إحنا بعد نختم بس بدليل بأن السقوط المفاجئ لهذه الطائرة بأن هنالك جسم غريب ضرب صدمة بهذه الطائرة وأسقطها. تمام. ولا ممكن حقيقة أن يكون قضية عطل أو الأجواء المناخ الجوي الغير مناسب. تمام. ننتظر إحنا أكيد نتائج التحقيق، ويعني طبعا وصلنا إلى نهاية التغطية. أحبتي المشاهدين بدوري أشكر أستاذ صباح العقيلي عضو شبكة الهدف في تحليل السياسة، شكرا لانضمامك معنا. وأشكر دكتور عباس الجور مدير مركز الربط للدراسات، شكرا لانضمامك معنا. وأكيد شكر موصول لأستاذ مهدي عزيزي لانضم معنا عبر سكاي، مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية والبحوث المستقبلية من طهران. وأكيد شكر موصول لكم أحبتي المشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.